وصلت معارض أهلا رمضان تقديم منتجاتها من السلع الأساسية للمواطنين في مدن دمياط. تتضمن المعارض التي تم افتتاحها في دمياط الجديدة ورأس البر جميع السلع الغذائية واليميش والمجمدات والفواكه والخضروات والدواجن. تهدف المعارض لإتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية. معرض أهل رمضان السنة دي عمل عروض مختلفة جدا عن السنين السابقة. تم تخفيض سعر اللحوم ب 350 جنيه، وعندنا الخضار والفاكهة بأسعار رمزية جدا، بجانب احنا عندنا منظفات بخفض 20% عن المستهدف في الأسواق، وتم تنزيل الزيوت 20% لأن أسعار الزيت اتخفضت بنسبة 20%، فأصبح إن في عندنا هنا ضغط، وفي عندنا السكر المدعم ب 17 جنيه كيلو، وأيضا يوجد الرز ب 27 يوجد الرز ب 27 جنيه ونص، والسكر ب 27، والأسعار كلها والمنتجات متوفرة من أعلاف وبقوليات بجانب يميش رمضان. قد إيه النهارده موجود ب 27 جنيه برضه متوفر؟ البلح موجود، كل حاجة موجودة النهارده إن شاء الله. متوفرة بمناسبة شهر رمضان، بدأنا ننزل العصاير برضو وكل حاجة عشان شهر رمضان بأسعار مخفضة جدا. هنا الأسعار مستريحة جدا، أقل من بره حوالي 30% أقل النسبة يعني، وكل حاجة متوفرة وكل حاجة في متناول إيدين الناس. الأسعار في السوق هنا أسعار متهودة جدا ونازلة فعلا زي ما بيقولوا في حدود 30-40%، وبسم الله ما شاء الله وربنا إن شاء الله يعني يكرمنا جميعا. في منتجات اصلا بينزل عليها زي السكر وعليها دعم، وما شاء الله سعرها تعتبر اقل من سعر بره 30% وبتوصل ل 35% كمان بالنسبه للزيت والدقيق والمكرونه، الحاجات اللي بيحتاجها البيت او المستهلك اسعارها بالنسبه للسوق اسعارها كويسه جدا ومتخفضه.